بالنسبة للاستجوابات تجاه أي قضية، تجسس، تنصت، أي شيء. هذه الإشكالات التي أثيرت واتهمت فيها الحكومة بطريقة لا أخلاقية لأنها لم تستند إلى أي شيء، وأستطيع القول وبضرس قاطع أنها كذبة القرض، كذبة القرض، تجسس وتنصت من قبل بعض الموظفين ومكتب رئيس الوزراء، رغم أن القضية منظورة أمام القضاء ونحترم قضاءنا العراقي المستقل المهني العادل، وحدد موعد لمحاكمة موظف متهم أخذ حيز منه، نحترم وننتظر النتيجة، لكن كمعطيات لا وجود لهذا الأمر أبدا، ويبقى الدور الرقابي للمجلس الموقر في استجواب أي مسؤول.